وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عدنان أحمد يوسف، رئيس جمعية مصارف البحرين. أهلا بك سيد عدنان في نشرة الأخبار، وإذ تحدثنا عن دور المؤسسات المصرفية والمالية في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والدفع بعجلة النمو لمستويات أكثر تنافسية على كافة الأصعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تعلمون يعني المؤسسات المالية في أي دولة هي القلب النابض للاقتصاد. فهناك دول يعني مثالا بسيطا سنغافورة وهونغ كونغ واليابان وبريطانيا، ما نجحت هذه الدول إلا بمؤسسات المالية. فكل ما كبرت المؤسسات المالية كل ما ضخت في الاقتصاد وكل ما قوت من الاقتصاد. فأنا أظن أن البحرين الحمد لله يعني أعطت الكثير في السابق وسوف تعطي الكثير إن شاء الله في الحاضر وفي المستقبل. تجربتنا تجربة فريدة في البحرين، قوانين يعني جدا سلسة. إحنا من الدول الوحيدة أو الدولة الوحيدة اللي قامت بإصدار تشريعات جديدة على موضوع الفنتك وفنتك، فهذه الأشياء بالنسبة حتى الدول الغربية لحين ما وصلت إليها. فالبحرين قطعت شوط كبير في تسريع وتيرة الحركة الاقتصادية، وأنا أظن يعني هذه الأيام حركة الاقتصاد في أي دول العالم جدا صعبة، لسبب أن أنت تتأثر بأمور خارجية خارجة عن نطاق تخطيطك. يعني التضخم اللي يحدث في بريطانيا في دول القرب وفي القرب وفي أمريكا وفي اليابان وفي الدول ذي، هذه لها تنعكس لها تأثيرات التضخم على الدول الأخرى، ولكن البحرين الحمد لله حافظت على النشاط. في نقطة مهمة جدا جدا لازم نذكرها حتى الناس تستفيد. في فترة الكوفيد 19 البحرين ما تعطلت بأي شيء، كل شيء كان مفتوح، بضائع موجودة، اعتمادات تفتح، استيراد توقف قليل بسبب مشكلة كوفيد 19، ولكن كل الأشياء كانت موجودة. البحرين عالجت الموضوع علاج جدا جيد، ما أقول جيد، ممتاز حتى. وصلنا إلى أن تم تأخير الأقساط على القطاع الخاص، تم إعادة جدولة المديونية للشركات التي على وشك أن هي تواجه مشاكل مالية. فأنا أظن باستمرار أقول البنوك والمؤسسات المالية هي القلب النابض لأي دولة لأي اقتصاد. نعم طبعا سيد عدنان، تحدثت عن تجربة البحرين مع كوفيد-19، فكيف ساهم الدعم الحكومي والبيئة التشريعية في الأداء المتميز للقطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين؟ والله كان دور ممتاز 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 صراحة، يعني ليس هناك يعني من كلمة أكثر من ممتاز، كانت هناك نظرة واعية. إحنا كنا من أوائل الدول اللي أخذت الإجراءات، يعني قبل حتى دول الخليج من ناحية الإجراءات ومن ناحية التطعيم ومن ناحية إيجاد اللقاحات، كذلك تحريك الاقتصاد. يعني كان هناك تقريبا شبه اجتماع دوري بيننا وبين البنك المركزي، بيننا وبين وزارة المالية، وبيننا وبين المؤسسات المالية، حتى نوضع سياسة واضحة تساعد على حل ومثل نقول يعني مساعدة حركة الاقتصاد. وأنا باستمرار متفائل أن البحرين لها دور كبير في الاقتصاد العربي والدولي والخليجي، وأنا أظن بس تحتاج في هذه الفترة عبارة عن التسويق، يعني كيف هنا نسوق منتجاتنا للخارج. نعم السيد عدنان أحمد يوسف، رئيس جمعية مصارف البحرين، شكرا جزيلا لك.